والله بكل صراحة يعني أنا سعيد جدا، لأن بعد 6 تدريبات مع اللاعبين في فرنسا يعني أعطوا الكثير منهم، وحضورهم يبشر بالخير. وإحنا شخصيا يعني نعمل كل مجهودنا إن شاء الله لكي نكون فريق الوطني إن شاء الله بهذا اللاعبين المحليين اللي في الجزائر واللاعبين اللي موجودين في أوروبا، لكي نجمعهم كلهم إن شاء الله ونعمل فريق قوي إن شاء الله. حتى اللاعبين المحليين اللي لعبوا يعني داروا كل مجهودهم ان شاء الله، وحتى اللاعبين اللي ما كانوش يعني في الميدان ولكن كانوا خارج الميدان، ولكن حضورهم كان اكثر نفسي للاعبين وشجعوهم. والحمد لله يعني كما اقول لك حنا يعني الفائده هي فريق الوطني اللي استفدنا من مباراه فرنسا. عدم وجود اللاعبين تاع نادي طروا الفرنسي بسبب ارتباطاتهم والتزاماتهم مع فريقهم ما راحش ربما يكون عائق لخطه مجر ضد بوركينا فاسو؟ لا، على كل حال الظروف ما تساعدش في هذه المره، وحنا نحترموا هاد اللاعبين ونعملوا كل مجهودنا ايضا لكي نساعدوهم، لكي تكون علاقتنا مع الفريق تاعهم حسنه. وهذه مباراه وديه مش مباراه رسميه، والحمد لله حتى اللاعبين تاع طروا ما جاوش 3 لاعبين، ولكن غازي يكون معنا ان شاء الله في هذه المباراه، وكل اللاعبين المحترفين الباقيين يكونوا معنا. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المباراه اللي راح يلعبوها اللاعبين تاع طروا، ونتمنى ايضا العلاج الى اللاعب الماضي ان شاء الله. نتمناش ما فيش اي مشكله. على كل حال انا كنت حاب اللاعبين كلهم يكونوا موجودين، كنت حاب يعني اللاعب تقريبا نفس الفريق اللي لعب ضد فرنسا لعبوا ضد فريق بوركينا فاسو لكي نشوف ايضا المستوى تاع فريقنا. ولكن الحمد لله يعني عندي نظره معينه عن الفريق، وحتى لو غياب اللاعبين طروا بالماضي عدنا لاعبين هنا ان شاء الله، وعدنا مجموعه لاباس بها، وان شاء الله التوفيق لهذا الفريق. اختيار عنبه من اختيار المدرب الوطني؟ ما في اي مشكلة، نختار عنابة او الجزائر بالنسبة لي ما في اي مشكلة. المهم هو فريقنا يعمل في ظروف حسنة ويلعب في ظروف حسنة، والجمهور يكون وراه لكي يشجعوا، هذه اهم شيء. يعطيك الصحة ونتمنوا التوفيق. ميرسي. سي بون؟ ما جبتش الشعر؟ جامي تخلصوا انتم يا خويا. بين ماجر وتوزالين كالعادة مواقف طريفة عديدة جدا، هذه واحدة منها. رابح ماجر مع الركول. بعد مباراة فرنسا والجزائر. هذا الجزء بالعربية ضد الركيل، هذا الجزء ايوه كيف هذا بالعربية ولا فرنسية؟ بأعصاب باردة وهادئة بعد مباراة فرنسا والجزائر، المدرب الوطني محمد تزارين موجود في مدينة عنابة. المقابلة كما سبق وأن قلنا ستكون منقولة على القناة الداخلية الساعة 9:45 مسجلة، بينما على القناة الفضائية الثانية سيمكنكم متابعتها على الساعة 10 بتوقيت الجزائر، 9 بالتوقيت العالمي.